فاشتعلت المجموعة الثانية لبطولة الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 سنة بعد أن حقق منتخبا جنوب إفريقيا ونيجيريا الفوز الأول لكل منهما على حساب كل من كوت ديفوار وزامبيا. وتغلب منتخب جنوب أفريقيا على نظيره الإيفواري بهدف مقابل لا شيء كان من نصيب موكينا في الدقيقة 79 من عمر المباراة من ضربة حرة مباشرة، فيما تغلب نيجيريا على زامبيا بثلاث أهداف مقابل هدف. بهذه النتائج تصدرت جنوب أفريقيا المجموعة برصيد 4 نقاط، بيليها كل من نيجيريا وكوت ديفوار برصيد 3 نقاط، ثم زامبيا برصيد نقطة واحدة. وستحسم بطاقتي التأهل لنصف النهائي مع الجولة الأخيرة المقرر لها يوم الجمعة بإذن الله المقبل، حينما يلتقي المنتخب الإيفواري مع زامبيا ونيجيريا مع جنوب أفريقيا. هنشوف أكيد المباريات القادمة. بالنسبة الجولة الثالثة هتكون مهمة جدا نتابعها في المجموعة الثانية علشان نعرف هوية المنتخب اللي هنكون بنلتقي أمامه في مباراة نصف النهائي. المباراة مهمة جدا بإذن الله نعبر من خلالها نكون بنحتفل بوصولنا للنهائي وأيضا بوصولنا لطوكيو 2020.